ثواني، في سؤال بيقول لو انا بشتغل من زمان في مجال بعيد عن البيم، هل بيم والريفت مفيد ليا في المستقبل ولا لا؟ طيب انا ما اعرفش ايه المجال اللي حضرتك شغال فيه، بس لو انت حضرتك شغال في حاجه ليها علاقه بالمباني فاكيد هتحتاج البيم. يعني كل الكتب والنظريات والناس اللي بتتكلم سواء بكلامه بابليك عموما يعني عن الاداره او بكلامه عن المشاريع الانشائيه بيقول لك هو البيم هو المستقبل وهو اللي اثبت وجوده، وهو أصبح ضروري في دول كتيرة جدا بقوة القانون. مش هنستلم منك المشروع ولا هنوافق عليه إلا لما تسلمهولي بيم. فلو أنت شغال في مجال الاستشارات الهندسية أو المقاولات فكده تحتاج البيم، حتى لو أنت شغال في موضوع مثلا زي الحصر فبتبقى قوي جدا لما كنت بتعرف تحصر من خلال البيم ومن خلال الأدوات اللي بتسهلها لك. لو أنت مثلا شغال في مجال زي البرامافيرا فيبقى كويس لو أنت بتعرف تعمل الفور دي بتاعتها وتربطه بأي برنامج من برامج البيم زي سينكو والنفس وركس. دي الفكرة، إن أنت كل شوية بتتطور وكل شوية بيبقى عندك مهارات إضافية. فلو أنت شغال مع المباني ركز في موضوع البيم، لو أنت شغال في حاجة تانية في مجالات كتيرة طبعا، مهندسة طبية ملهاش علاقة بالبيم، مش هبيع لك الوهم، لأ في حاجات بتكون بعيدة عن البيم بس تبدأ أنت تشوف آخر حاجة في المجال دوت إيه آخر تكنولوجيا وصلت، وحاول ان انت تبقى سباق وتعرفها قبل غيرك، ولما تعرفها ما تكبرش على غيرك، لا علمها لغيرك ان شاء الله.